صلاة الاستسقاء كنا كننتظروها، ولكن سيدنا نصره الله هو اللي امر بهذا الشيء باش يكون. وحنا فرحانين بزاف، وحنا انت تشوف الحاله كي دايره، وهكاك جينا باش ما تنخرجش وجيت باش نطلب الاستسقاء اللي امر بها صاحب الجلاله نصره الله. الشعور ديالي كشعور جميع المسلمين بهذا الفرح وبهذا السرور، وكنتمنى ربي ما نوصلو حتى يعطينا الله يسقينا الله سبحانه وتعالى. الله يجزاك. واش غنقولك اوليدي الدعاء الجمعه هزني واحد الهزه، ما نقولش بكيت وتمنيت عند الله الدعاء يكون مستجاب في كل مسجد، وسقينا الله بالمطر ديالو وما يغضبش علينا، والله يجعل سيدي ربي يسقينا بالمطر، الله يجعل سيدي ربي يتجاوز علينا الذنوب ديالنا وليدي، ويجعل سيدي ربي يشوف من حالنا، ونتمنى وعد الله وليدي تستجاب الدعاء لكل مسجد تستجاب الدعاء ديالو وليدي، الله يجعل سيدي ربي يتقبل منا وليدي، والله يحضرنا رمضان ويجعلنا من عتق ومن النار، ونزع علينا الغيث ويهز علينا هذا الغلاء وهذا البلاء وهذا المرض، والله يعني سيدي ربي يعطينا ما يعطي الله سبحانه وما تمنينا وبغينا وليدي لجميع المسلمين، والله يرحم جميع والدينا ووالدين والدينا والذين سبقونا بالايمان. نتمنى الله تعالى هذه صلاة الاستسقاء تكون استجابة من الله تعالى. أولا قبل كل شيء خصنا الصلح مع الله تعالى، ملي غنتصالحوا مع الله تعالى والله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، ملي غادي نطلبوه راه غادي يستجب لنا، ولكن إلا كان الصلح مع الله تعالى، لأن الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن الله تعالى سبحانه وتعالى ما محتاج منا والو، سبحانه وتعالى غير خصنا غير نأديو المسائل الواجبات اللي علينا، الصلوات نعم سيدي والإحسان في بين الناس، وارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، والله تعالى غادي يرحمنا سبحانه وتعالى مخفة وخفية، وهو الكريم الحليم سبحانه وتعالى على جهده وكرمه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، رغم هذا الشيء كل شيء وهذا الشيء وغادي لا كذا باقي غير هذا الشهر، الله هو سبحانه وتعالى يدبر امري ولا علم لي. ياك سيدنا يدبر امري ولا علم لي سبحانه وتعالى، هو مدبر الامور، راه ساعه من عند الغني كتغني سبحانه وتعالى، ملي غادي ينزل الله المطار وغادي تفرح القروب وتنشرح الصدور، ولكن الصلح مع الله تعالى، الاستقامه والصلح مع الله تعالى، ونطلب احنا كنا عيوب ولكن الاصلاح ذات البين، ونصلحوا العيوب فيما بيننا ونرحموا ضعفائنا، والانسان يدخل المسجد وقلبه سالم ويطلب الله وهو مطمئن، ويطلب الله تعالى باش الدعاء يكون مستجاب. اللهم ارحمنا يا ربي واغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين كما اجمعين، اللهم سقينا بالغيث وارحمنا وارحم والدينا ووالدين المسلمين كما اجمعين، زين داك الشيء معتبر والله يكمل بخير من عنده، الله يرحمنا ويرحم أمة سيدنا محمد، لا يمحن شي واحد ولا يمرته، الله يسهل على كل واحد.